بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع سلسلة دروس فقه الصيام في المذهب المالكي، في هذه الحلقة أريد أن أتحدث عن بعض المفطرات في المنافذ، منافذ جسم الإنسان. أي هناك بعض الأمور التي لا تفسد الصوم عند كثير من الفقهاء إذا لم تصل إلى الحلق، أما إذا وصلت إلى الحلق فتبطل صيامه ويجب عليه القضاء. هذا عند المالكية، لأن الفطرة عند المالكية يحصل بإيصال أي مادة كيفما كان نوعها إلى الحلق أو إلى الجوف، سواء كانت هذه المادة مائعة أو كانت صلبة أو كانت متحللة أو غير متحللة، وسواء كانت هذه المادة كانت تصل إلى الحلق كانت علاجية أو غذائية، أو كان فيها ضرر للجسم الإنسان، مثلا كمن يبتلع حصى أو يبتلع حديدة كما مثل بعض الفقهاء، ودخلت في أحد المنافذ، منافذ الجسم الإنساني الطبيعية التي هي الفم والأنف والعين والأذن والقبول والدبر. وأبدأ بالفم، الفم لأن الفم هو أهم المنافذ الطبيعية، إن هو الأهم الذي يصل الذي ينفذ منه الغذاء وينفذ منه الدواء. والفقهاء رحمهم الله اتفقوا على أن الفطرة لا يتحقق بمجرد إيصال شيء مفطر إلى الفم، مثلا وصل إلى الفم ولم يصل إلى الحلق فهذا لا يفطر، أما إذا وصل إلى الحلق فإنه يكون سببا في الإفطار. والحلق يبتدئ من مخرج حرف الخاء وينتهي من مخرج حرف الهمزة، بمعنى أن حرف الخاء هو قريب من الفم، قريب إلى الفم. وحروف الحلق هي معروفة، أخي الحرف الأول من هذه الكلمات أخي هاك علما حازه غير خاسر، يعني هي ستة الحروف. وصاحب تحفة الأطفال يقول همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. إذن فبمجرد وصول المادة أي مادة كيفما كان نوعها إلى الحلق أفطر الصائم إذا كانت مائعة، أم يعني بشرط إذا كانت مائعة، أما إذا كانت صلبة ووصلت إلى الحلق فعند المالكية لا يحصل بها الفطر إلا إذا ابتلعها، بمعنى إذا دخلت إلى الجوف. أما إذا دخلت إلى الحلق إذا دخلت إلى حلقه ثم لفظها أخرجها فإن صومه صحيح، الحلق رجعت. وفي هذا يقول صاحب حاشية الرهوني، يقول وإذا وصل الجامد إلى الحلق ولفظه لا يفطر. إذا وصل الجامد إلى الحلق ولفظه لا يفطر. ثانيا القطرة التي توضع في العين والأنف والأذن، عند الفقهاء يمنع وضع القطرة في الأنف والأذن للصائم من غير ضرورة، لكن بشرط إذا كان يعلم أنه يجد أثر القطرة في حلقه. وجمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة يقولون على أنه لا يجوز للصائم أن يضع قطرة في أنفه أو أذنه وهو صائم إذا كان يعلم بالعادة والممارسة، لأنه أدرى بنفسه في حياته اليومية، إذا كان يعلم بالعادة والممارسة أنه يجد آثارها في حلقه لا يجوز له أن يضعه. فإن كان من عادته أنه لا يجد أثر الدواء في حلقه، ما هو خادي الدواء ما يلقاش هنايا ما يحسش به، جاز له التداوي نهارا ولا شيء عليه. ومثل القطرة في الأذن عند المالكية أيضا القطرة والكحل في العين، الكحل الذي تضعه المرأة في عينها كذلك، ووضع كذلك الحناء في الرأس ودهن الرأس بالزيت،
كل هذا جائز، جائز نهارا في رمضان، بشرط لمن يعلم أنه لا يصل هذا الدهن وهذا الكحل وهذه الزيت، لا تصل هذه الأمور إلى حلقه. أما إذا كان يصل تصل هذه الأمور، إذا كانت تصل إلى الحلق فيمنع، ويجب على من وجد طعمه، أي وجد الأثر ديال الدواء في حلقه، ووجد أثر ديال الكحل ديال العين في حلقه، مثلا المرأة، وجب عليه القضاء ولا يجب عليه الكفارة، وجب عليه القضاء فقط. أقول في الحقيقة لمن أراد استعمال هذه الأمور، الكحل للعين والقطرة للأذن والأنف والحناء للشعر والزيت، لمن أراد هذا يستعملهم ليلا، فإن استعمله مثلا ليلا ووجد شيئا في حلقه نهارا، بمعنى لقى الأثر ديالو في النهار ديال داشي دارو بالليل ولقى الأثر بالنهار، فلا شيء عليه. علاش؟ شوف المالكي رحمه الله يعني ضبطوا هذه الأمور، لماذا؟ لأنهم بنوا هذا على ما يسمى بسد الذرائع، وبنوا على الاحتياط في هذه الأمور. إذا هذا ما يتعلق بهذه المنافذ التي هي الفم والأنف والعين والأذن، وهناك منافذ أخرى نتركها إلى حصة أخرى إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.